التحية تأتيكم من مركز الاتحاد للأخبار. هذا محمد الوهيبي يرحب بكم ويلتقيكم في نشرة جديدة من علوم الدار. البداية بأبرز العناوين. حاكم الشارقة يفتتح المرحلة الأولى لمزرعة مليحة للألبان ويطلق هويتها. وزارة التسامح تحتفل باليوم العالمي للعمال تحت شعار إمارات زايد تجمعنا. افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرحلة الأولى لمزرعة مليحة للألبان وأطلق هويتها المؤسسية والمرئية. وشهد سموه فور وصوله قرع جرس المزرعة بواسطة مجموعة من الأطفال إيذانا بافتتاحها رسميا. وأكد سموه في كلمته بهذه المناسبة على تكامل المشروعات الإنتاجية في الإمارة لتوفير الغذاء الصحي لأفراد المجتمع. وحول مشروع مزرعة الألبان قال سموه: نفتتح اليوم المشروع الثالث الذي تبلغ موازنته 600 مليون درهم تقريبا، وما نشاهده اليوم هو البداية والأعمال جارية لإكمال ما هو مخطط للمشروع. وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد قام بجولة في مرافق المزرعة، واطلع سموه على حظائر المزرعة كما اطلع على أحدث التقنيات المستخدمة في مراقبة الأبقار. صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة افتتح المرحلة الأولى من مزرعة مليحة للألبان وأطلق هويتها المؤسسية والمرئية، وهو المشروع الثالث ضمن المشاريع الإنتاجية التي تتضمن مشروع إنتاج الخضروات ومشروع مزرعة القمح. فضلا عن هذا المشروع الذي رصدت له موازنة تبلغ 600 مليون درهم، مزرعة مليحة للألبان تبلغ مساحتها 3,077,000 متر مربع، وتضم أبقارا من نوع هولشتاين ذات سلالة أصيلة تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. هذه المزرعة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، والتي ستنتج حليبا عضويا بالكامل، كما أن نواة القطيع الذي تم استيراده هو قطيع من جينات يحمل جينات A2A2، وهي جينات أصيلة تعد من الأبقار الأصيلة والقديمة، وقد حرص صاحب السمو على استيرادها بكاملها من نفس هذه السلالة ومن نفس هذه الفصيلة. طبعا هذه المزرعة عند اكتمالها بإذن الله تعالى ستوفر الكثير من المنتجات العضوية بالكامل الصحية. خطوة أخرى على طريق التنمية غير المسبوقة في الأمن الغذائي رسمت استراتيجيتها عبر مشروعات نوعية متعددة، منها هذه المزرعة التي تمتاز منتجاتها من الحليب ومشتقاته بأنها عضوية وآمنة وخالية من أي إضافات، وتسهم في توفير منتجات غذائية ذات قيمة مضافة ونوعية للأسواق المحلية. طبعا في المرحلة الأولى من مزرعة الألبان سيتم إنتاج 75 طن من الحليب يوميا، وفي حال اكتمال المشروع من 3 إلى 4 سنوات وعند اكتمال القطيع إلى 5000 رأس سنصل بإذن الله إلى إنتاج 310 طن يوميا من الحليب. المشروعات الإنتاجية في منطقة مليحة تتكامل فيما بينها، إذ سيتم الاستفادة من بقايا كل منتج في تغذية المنتج الآخر أو تخصيب التربة بالأسمدة الطبيعية من مخلفات الحيوانات، ما يجعلها مشروعات صديقة للبيئة وتحافظ عليها. مشروع يمثل إضافة نوعية للمشاريع الاستراتيجية الرائدة التي تعزز الاستدامة الغذائية وصولا إلى توفير منتجات غذائية عالية الجودة وآمنة على صحة المستهلك. لنشرة علوم الدار، أحمد الطنيجي من المنطقة الوسطى في الشارقة. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله،
بأن تكون إمارة دبي الأفضل والأسرع والأكثر استعداداً للمستقبل. أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأكد سمو ولي عهد دبي أن الخطة تترجم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بتعزيز ريادة دبي كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار وضرورة الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة وتأثيراتها المستقبلية على جميع القطاعات. وقال سموه في 1999 بدأت رحلة ريادة المستقبل التي استهلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم عبر إطلاق مسيرة دبي للتحول الإلكتروني التي توالت إنجازاتها حتى إطلاق استراتيجية دبي الرقمية العام الماضي، وحققنا إنجازات قياسية جعلتنا الموطن الأول للشركات المليارية العالمية في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المنطقة. وأضاف سموه في السنوات الأخيرة تسارع تطور الذكاء الاصطناعي حاملاً العديد من الفرص للدول والحكومات التي تحسن توظيفه والتحديات للذين لم يستطيعوا مجاراته، وتطلب الأمر خطط عمل سريعة الإنجاز ومواكبة للمتغيرات السريعة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. استقبل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة اليوم وفداً من شركة مايكروسوفت، ورحب سموه في بداية اللقاء بوفد الشركة مؤكداً أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات للاستفادة من أفضل الممارسات وتطوير التقنيات علمياً وتكنولوجياً لمواكبة سرعة التطور في المجالات كافة. وتبادل سموه والوفد الأحاديث حول عدد من المجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومشروعات البيانات والاستفادة منها في القطاع التعليمي، كما استمع سموه لشرح مفصل حول المجالات التي تعمل عليها مايكروسوفت والشراكات التي تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون فيها مع الجهات ذات العلاقة بما يخدم عملية التنمية وتحقيق نتائج نوعية لخدمة المجتمع والبشرية. شارك سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في اجتماع السداسي العربي الوزاري مع معالي أنتوني بلينكين وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. وبحث الاجتماع الذي عقد اليوم على هامش أعمال اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط خاصة في قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية والأمنية وجهود التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار وسبل صون السلم والأمن الإقليمي والدولي. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن التحديات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الحالية تتطلب تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لمسار السلام الشامل على أساس حل الدولتين. وشدد سموه على أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مضيفا أن الأولوية هي إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد وحماية أرواح كافة المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة عبر ممرات آمنة ودون عوائق وبشكل مكثف. كما أكد سموه على نهج دولة الإمارات الراسخ في دعم السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي وحرصها على بناء جسور التعاون مع مختلف الدول بما يحقق التنمية والازدهار لكافة الشعوب. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، افتتح سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء الدورة 33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب في مركز أدنك أبوظبي. وتفقد سموه خلال الافتتاح أرجاء المعرض واطلع على أبرز إصدارات دور النشر المحلية والعربية والعالمية المشاركة واستمع إلى آراء العارضين وتطلعاتهم. كما زار سموه عددا من الأجنحة أبرزها جناح جمهورية مصر العربية ضيف الشرف للدورة الحالية للمعرض، وجناح الأديب والروائي الكبير نجيب محفوظ الشخصية المحورية لهذه الدورة.
وشملت الزيارة ركن محور كتاب العالم الذي استحدث هذا العام مبتدئا بكتاب كليلة ودمنة لعبد الله بن المقفع، وعددا من الفعاليات والأنشطة المميزة التي يحتضنها المعرض، بما في ذلك منصة بودكاست 8 من المملكة العربية السعودية التي ستعقد سلسلة مقابلات وحوارات مع الأدباء وركن الفنون والركن الخاص بالبرنامج الثقافي المتكامل للأطفال والناشئة، ومنصة سور الأزبكية الذي يحاكي سوق الأزبكية في جمهورية مصر العربية في أول تجل لبرنامج أسواق الكتب القديمة في المعرض. أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أن دعم ورعاية عمال الإمارات سيظل واحداً من أهم أولويات قيادتنا الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، الذي يقدر غالياً ما أسهم به عمال الإمارات من جهود من أجل نهضتها وازدهارها. وقال معاليه أن شعار إمارات زايد تجمعنا سيظل منهجاً وأسلوب حياة لنا جميعاً. جاء ذلك خلال افتتاح معاليه احتفال الإمارات باليوم العالمي للعمال، والذي نظمته وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع كيزاد للمجمعات، أقيم أمس في قرية السعديات للإسكان في أبوظبي بمشاركة أكثر من 5000 من عمال الإمارات. وتضمن الاحتفال كلمة افتتاحية لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وفيلما وثائقيا عن عمال الإمارات وما يحظون به من رعاية اجتماعية وصحية ورياضية وترفيهية. وشهد الحفل تكريم عمال الإمارات أبطال كأس التسامح للكريكت. أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع تنفيذ عملية طيور الخير الإسقاط الجوي 41 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة، وشملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتين تابعتين أو طائرتي C-17 تابعتين للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرتي C-295 تتبعان للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة. وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر الطائرات الأربع التي حملت 82 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية. وتأتي عملية طيور الخير ضمن إطار عملية الفارس الشهم 3 لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. وتجاوز حجم المساعدات الإغاثية التي أرسلتها دولة الإمارات إلى شمال قطاع غزة براً عبر معبر كرم أبو سالم وجواً عبر عملية طيور الخير حوالي 3133 طناً من المساعدات. للأخبار بقية وتتابعونا بعد الفاصل. انطلاق فعاليات الدورة 33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب. أهلا بكم من جديد. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، انطلقت اليوم فعاليات الدورة 33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وتستمر حتى 5 مايو 2024 بتنظيم من مركز أبوظبي للغة العربية. مزيد من التفاصيل مع مها ياسر. تحت شعار هنا تسرد قصص العالم، انطلقت فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب للعام 2024 الذي يجمع بين المعرفة والعلم والثقافة والأدب. عالم مختلف يحمل في طياته الكثير، عالم الأدب والشعر والروايات، عالم يسطر الماضي ويتغلغل في الحاضر ويرسم المستقبل. يرسم معرض أبوظبي الدولي مستقبلاً يعلم الأجيال، فعلى جنباته ترى الكتب من كل نوع ولغة، مشاركات متنوعة ومتعددة أسهمت في إثراء المعرض في كل ما يتعلق بالفنون والآداب. هذا المعرض يعتبر نافذة للمثقفين للاطلاع على ما هو موجود وما هو جديد في عالم النشر،
جائزة الشيخ محمد للغة العربية تشارك من خلال منصة مكتبة الشيخ محمد للتعريف بالجائزة، وأن توصل رسالتها إلى الجمهور العريض المتواجد في ساحة المعرض. شاركت متحف اللوفر أبوظبي في المعرض الدولي للكتاب هو أن نحن نروج كل المطبوعات اللي نشتغل عليهن، سواء كانن مطبوعات للأطفال، مطبوعات للأرت وورك والكولكشنز اللي نحن معانا من المقتنيات، مطبوعات بعد للأركيتكتشر، مطبوعات عندك بعد نشتغل على تمبرري اكزيبيشنز. على زوار المعرض ترتسم تعابير الشغف والنهم لمعرفة ما هو جديد في مجال الأدب، وعلى هامش الأدب وارتباطه بالفنون تزخرف المعرض بفنون تراثية وعروض حية تحيي حب الإبداع والتميز في نفوس الحاضرين. تتنوع الحوارات والمناقشات هنا، فجميعها يرتبط تحت مسمى الكتاب، الكتاب الذي يصنع ويحسن ويطور ويرتقي بالأمم، الكتاب الذي يؤثر على حياتنا وخطواتنا، فللكلمة قوة تجسدها دولة الإمارات العربية المتحدة في أحد أسمى المعارض لتؤسس وتواصل بناء الإنسان والعقول. في السنوات العشر الأخيرة شهدت العلاقات العربية الصينية عصرا ذهبيا انعكست ثماره على التعاون الثقافي والإنساني العربي الصيني، وخاصة مع دولة الإمارات في ظل مشاركتها الإيجابية في مبادرة الحزام والطريق وتعاونها الحثيث مع الصين على إنجاحها. ولتعزيز فهم العالم وتوضيح المبادرة ولتعزيز التعاون المتبادل والتنمية المشتركة مع الدول على طول الحزام والطريق خاصة في منطقة الشرق الأوسط، عقد على هامش معرض أبوظبي الدولي للكتاب مؤتمر عرض وتقديم الطبعة العربية لكتاب شي جين بينغ مبادرة الحزام والطريق برعاية المجموعة الصينية للإعلام الدولي والسفارة الصينية في الإمارات وتنسيق مركز أبوظبي للغة العربية وتنفيذ مجموعة بيت الحكمة للثقافة. مشاهدينا، ومتابعة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة، تنضم إلينا عبر الهاتف مها الهاشمي متنبئ جوي من المركز الوطني للأرصاد. أهلا بك معنا في نشرة علوم الدار. في البداية نود يعني التفاصيل الأساسية حول الحالة الجوية التي من المتوقع مرورها على الدولة. حاليا نحن متوقعين تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر، يصاحبها امتداد منخفض جوي من الشمال الغربي من مساء الأربعاء إلى السبت، ويكون الطقس صائم جزيرة غام، أحيانا يدخل لها بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانا على بعض المناطق المتفرقة مع البرق والرعد، أحيانا مع احتمال سقوط بعض البرق. تبدأ من الغرب ليل الأربعاء وتمتد على معظم مناطق الدولة يوم الخميس، وتتركز على المناطق الغربية وعلى السواحل وبعض المناطق الشرقية. بالنسبة ليوم الجمعة والسبت تبدأ تقل كميات السحب تدريجيا مع استمرار فصل سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون غزيرة على بعض المناطق المناطق الجنوبية والشرقية، والرياح معتدلة نشط السرعة وقوية أحيانا خاصة مع السحب الركامية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي لتدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر متوسط الموجة اضطرب أحيانا خاصة مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان. نعم مها الهاشمي متنبئ جوي من المركز الوطني للأرصاد، شكرا جزيلا لك. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل في أخبار العالم. مع استمرار الهجمات الإسرائيلية ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى أكثر من 34,400 قتيل منذ بدء الحرب. أهلا بكم من جديد، والآن إلى جولة في أخبار العالم. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اليوم أن واشنطن تدعم الوصول إلى هدنة في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، مع رصد إدارته تقدما ملموسا بشأن الوضع الإنساني في غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكنه حث إسرائيل على بذل مزيد من الجهد. وفي حديثه في الرياض خلال افتتاح اجتماع بين الولايات المتحدة
ومجلس التعاون الخليجي قال بلينكن إن أمريكا لم تطلع على خطة من إسرائيل بشأن هجوم رفح توفر الحماية للمدنيين، كما جدد بلينكن تأكيده على معارضة بلاده لهجوم إسرائيلي على مدينة رفح الحدودية مع مصر في جنوب قطاع غزة. قال جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن من المتوقع أن تعترف عدة دول أعضاء في التكتل بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية مايو المقبل. جاء ذلك خلال حلقة نقاشية في الرياض على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض بحضور وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. ميدانيا، قال مسعفون اليوم إن 20 فلسطينيا قتلوا وأصيب آخرون في غارات جوية إسرائيلية استهدفت 3 منازل في مدينة رفح. وفي مدينة غزة شمال القطاع، قال مسؤولو الصحة إن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلين ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين. وجاءت الضربات على رفح قبل ساعات من استضافة مصر المتوقعة لقادة من فصائل فلسطينية لمناقشة اتفاق وقف إطلاق نار مع إسرائيل. هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع الحصيلة في القطاع إلى 34,488 قتيلاً، غالبيتهم من المدنيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر. وأفادت المصادر بأنه خلال 24 ساعة حتى صباح اليوم وصل 34 قتيلاً و68 مصاباً إلى المستشفيات، مشيراً إلى أن عدد المصابين الإجمالي ارتفع إلى 77,643 مصاباً منذ أكتوبر الماضي. في سياق آخر، قدر وزير النقل والمواصلات الفلسطيني خسائر قطاع النقل والمواصلات بما في ذلك البنية التحتية في قطاع غزة بأكثر من 3 مليارات دولار، وذلك بسبب الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع الساحلي. وضمن تقرير عرضه الوزير خلال جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله حول خسائر قطاع النقل والمواصلات، ذكر أن الجيش الإسرائيلي دمر نحو 945 كيلومترا من الطرق في قطاع غزة، ما يعادل 65% من شبكة الطرق والتي تفوق تكلفتها 2 ملياري دولار. اعتقلت القوات الإسرائيلية الليلة الماضية 12 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون. وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات جنين وأريحة وطول كرم. وأشار البيان إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر الماضي بلغت 8,505 معتقلين. ناشد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حلفاء كييف مجددا الإسراع بتزويد بلاده بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي وبدء محادثات رسمية لانضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي وتوجيه دعوة لها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تتعاون مع جميع الشركاء لتسريع وتيرة تسليم المساعدات التي ستسمح لكييف بالحفاظ على مواقعها وتغيير الوضع في ساحة المعركة لصالحها. وأكد حاجة بلاده لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت في أسرع وقت ممكن. وبخصوص الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قال زيلينسكي إن أوكرانيا استوفت جميع الشروط لبدء محادثات الانضمام، والآن يجب على الاتحاد الأوروبي أن يفي بالتزاماته. في أخبار أخرى، قرر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الاستمرار في منصبه، وذلك بعد أيام من إعلانه فجأة أنه يفكر بشأن مستقبله عقب بدء تحقيق في فساد تجاري يتعلق بزوجته. وفاجأ رئيس الوزراء خصومه وحلفائه على حد سواء عندما قال إنه سيعلق واجباته العامة لبضعة أيام ليقرر ما إذا كان يريد الاستمرار في رئاسة الحكومة. ووصف التحقيق الذي أجرته المحكمة مع زوجته بتهمة استغلال النفوذ بأنه مدبر من قبل خصومه.
والآن إلى جولة نتعرف فيها على أهم الأخبار الاقتصادية لليوم. ضمنت أبوظبي مكانة مرموقة ضمن أفضل 25 مدينة بحرية على مستوى العالم، حيث قفزت 10 مراكز منذ عام 2022 لتصل إلى المركز 22، وهي أعلى قفزة تحققها مدينة وفقاً لتقرير المدن البحرية الرائدة 2024 الذي تم الكشف عنه في سنغافورة، حيث يتم تقييم أداء 50 مدينة بحرية رائدة عبر القطاعات الرئيسية مثل الشحن والتمويل والقانون والتكنولوجيا البحرية والموانئ والخدمات اللوجستية. ويصادف هذا العام إطلاق الإصدار السادس من هذا التقرير الذي يقدم رؤى مميزة للإدارات البحرية والشركاء في قطاع الصناعة البحرية والمجتمع البحري العالمي. أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي باقة جديدة ضمن برنامج شركاء أبوظبي تستهدف تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في الصناعات المرتبطة بقطاع النقل لتوفير فرص للمستثمرين في مجالات تتجاوز قيمتها السوقية الإجمالية 11 مليار درهم بحلول العام 2027. أعلن ذلك معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات درفت إكس في أبوظبي، المنصة العالمية المخصصة لابتكارات وحلول التنقل الذكية وذاتية القيادة واستخداماتها في قطاع النقل والتنقل المستدام الجوي والبري والبحري. ينظم الحدث بدعم مكتب أبوظبي للاستثمار الذي أطلق مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة سافي العام الماضي الذي يرتقي بالمعايير العالمية في قطاع النقل. أعلنت شركة الدار العقارية عن نتائجها المالية اليوم، حيث ارتفع صافي ربحها بنسبة كبيرة بلغت 88% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي، وصعدت الإيرادات 83% إلى 5.6 مليار درهم، وارتفعت كذلك مبيعات المشاريع التطويرية إلى 6.3 مليار درهم مع إطلاق 3 مشاريع جديدة خلال الربع الأول. وبهذا مشاهدينا شكرا لكم على حسن المتابعة، وصلنا لختام النشرة، نلقاكم بإذن الله في نشرة جديدة من علوم الدار. إلى اللقاء.